الحديث المتفق على صحته: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدموع. والإمام العادل المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المراد به الحاكم، ويدخل فيه القاضي أيضا، ويدخل فيه كل من ولي أمرا أو كل من له ولاية على غيره، حتى من ولي أمرا بين اثنين، حتى من كان له أولاد وعدل بينهم، حتى من كان له أسرة وعدل بينها داخل، يعني كل إنسان يعني يعدل في أمر ما هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام العادل. ويلحق به كما قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام العادل في الذكر لعموم النفع به، فنفعه متعد، فإن عدل عدل من تحته وصلحت أحوال الناس. يعني مثله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلح صلحت الرعية، وإن فسدت فسدت الرعية، كالقلب في الجسد، يعني إن صلح القلب صلح الجسد، وإن فسد القلب فسد فسد الجسد. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاب الذي نشأ في عبادة الله، لأن الشباب مظنة غلبة الشهوة، وباعث الهوى والشهوة والانحراف في الشباب قوي، فإذا لازم الشباب العبادة مع ذلك مع هذه الأمور التي ذكرناها كان أدل على غلبة التقوى. يعني لما الشاب، يعني كل واحد فينا مر بمرحلة الشباب، وكل واحد فينا ربما يعني عنده أولاد وصلوا إلى مرحلة الشباب فيعلم هذا جيدا. فإراد هذا الصنف ضمن السبعة الذين يظلهم الله أعظم دلالة على أهمية تربية الأبناء على عبادة الله سبحانه وتعالى، وحثهم على ما يعينهم على ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني شديد الحب للمسجد وشديد الحب لبيوت الله والملازمة لصلاة الجماعة فيها، وهذا ما سنفصله من بعد مشاءة الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصنف الرابع رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني كان الحب بينهم وبين بعضهم البعض في الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله عز وجل، ويجتمعون على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيوم القيامة يناديهم الله سبحانه وتعالى أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصنف الخامس ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنصب والجمال لشدة رغبة الناس فيهما وحرصهم عليهما وندرة اجتماعهما في واحد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا في رواية مسلم، يعني قال صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم يمينه، رغم أن الإنفاق يكون باليمين، لأن في رواية البخاري حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لكن في رواية المسلم قال صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورواية البخاري هي الأصح، يعني حتى لا تعلم شماله، ولأن المعروف في النفقة أنها تكون باليمين، وأما رواية مسلم ففيها قلب، يعني إحنا بس حبينا ننوع عليها حتى ولو قرأت هذه الرواية فتعرف أنها رواية صحيحة، هي رواية حتى لا تعلم يمين ما تنفق شمال. وعلى كل إذا وجدت مصلحة، يعني لأن طبعا واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن حتى كين الإنسان يعني حتى لا يعلم حتى من شدة الإصرار بالصدقة وأنه لا يعلن بها فيده الشمال لا تعلم ما أنفقت يده ليه يده اليمين، دي من شدة الحرص على ليه على الإخلاص والبعد عن ليه عن الرياء. لكن السؤال هل هذا يتعارض مثلا مع الإعلام بالصدقة فرضا مثلا فرضا، يعني كما في كثير من المساجد مثلا الكثير من الإدارات بتعلق مثلا لوحة بيانات في مؤخرة المسجد ويذكرون فيها أسماء، وربما كان هذا في المسجد من قبل كما أخبروني الإخوة، يعني ويذكرون فيها الأسماء التي تتبرع مثلا لبيت الله عز وجل، فلان ابن فلان ده بيتبرع ب 100 يورو في الشهر، فلان الآخر ب 50 يورو، فلان الآخر ب 30 يورو، فلان الآخر ب 20، فلان وهكذا. وأنا أظن أن هذه نقطة جيدة، لماذا؟ على الأقل
في يعني كل واحد عارف مدى علاقته مدى علاقة قلبي بالله سبحانه وتعالى، وعارف أنه مخلص، وعارف أنه ليس عنده رياء، وإنما هذا لمصلحة بيت الله سبحانه وتعالى. وبشوف برضو أن فيها نوع من التنافس، يعني ممكن واحد يبص يقول لك لا طب فلان هو بيدي 100 يورو في الشهر أو 50 يورو في الشهر، طب هو احسن مني في ايه؟ يعني ما انا كمان من الممكن ان اعطي كمان اكثر منه او انافسه. ودي المنافسه المطلوبه للتنافس في طاعه الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافسون. ومن هنا يعني ادعو الاخوه برضو للتفكير في هذا الامر كما كان من قبل، ان كثير من المساجد بتاخذ به. على كل، فاذا اعلن او مثلا بنقوم بجمع التبرعات في المسجد مثلا كما بيحدث في رمضان او في بعض الليالي مثلا، او حينما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا شراء مثلا مكان، فبعض الاخوه مثلا يقول لك والله انا ساتبرع ب 5000 يورو او ب 10000 يورو، هل في هذا الاعلان ان هو اتبرع بكذا او فلان اتبرع بكذا، هل في هذا الاعلان خوف على صدقتي او خوف على اخلاصي لله سبحانه وتعالى، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه؟ نقول انه اذا وجدت مصلحه، اذا وجدت مصلحه لاعلان الصدقه فالاعلان افضل، اعلان الصدقه ايه؟ افضل من اخفائها. ويدل على ذلك النص والنظر. فمن النص يعني من النصوص الداله على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ان تبدوا الصدقات، ان تبدوها يعني تظهروها، يعني ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو ايه؟ هو خير لكم. فمن الممكن ان تبديها يعني تعلنها او تظهرها، من الممكن ان ايه؟ ان تخفيها على حسب الايه؟ على حسب المصلحه. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. والله سبحانه وتعالى يقول ايضا: والذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وايه؟ وعلانيه. في سر وفي علانيه، يعني ليس هناك حرج من العلانيه. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن حيث النظر كان يكون المتصدق ممن يقتدى به، كان يكون الانسان لما ينفق سيقتدي به غيره، وتنبعث الهمم على الانفاق اذا راته ينفق، كما يحصل مثلا كما قلنا في بعض المشاريع الخيريه، او كما يحصل حينما مثلا نجمع تبرعات لبيت الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك والله انا هتبرع ب 1000 يورو، هو ليس في نيته، هو عارف يعني كل واحد ادرى بقلبه تجاه الله سبحانه وتعالى، يعني هو عارف انه لا رياء ولا سمعه، بس ربما يكون نيته على حسب نيته، لان الاعمال بالنيات كما تعلمون، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ربما تكون نيته ان يقتدي به غيره، وبالتالي ياخذ ثواب مضاعف، لانه يعني اخذ المبادره، اخذ زمام المبادره، وربما يقتدي به غيره، وبالتالي يكون من ياتي من بعده وينافسه في هذا الامر في ميزان حسناته ايضا، يعني انطلاقا: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. زي واحد مثلا هو جاي المسجد فبيقول لك والله بدل ما أجي لوحده، ما أنا ممكن أتصل على فلان ما أجيبه معي في السيارة، أو أمر على فلان وفلان وفلان، ما هم كده كده في طريقي. فده إنسان ذكي، لماذا؟ لأنه هو يريد الثواب مضاعف، يعني مش عاوز يطلع من الصلاة مثلا ب 27 حسنة، وان ده عايز ياخد 27 حسنة إضافة إلى 27 حسنة اللي هو من ثواب فلان، و 27 حسنة من ثواب فلان، يبقى دي اسمها صدق ثواب إيه؟ ثواب مضاعف. ودي فعلا أمر مهم ينبغي للمسلم أن يفعله في حياته، اللي هو الثواب المضاعف، لا تقتصر على ثوابك أنت فقط، وإنما بثواب مضاعف، ممكن في صلاة الجماعة، ممكن في الصدقة، ممكن في أي شيء. فالله عز وجل يقول: الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. حتى مع اولادك حينما يتعبدون الله سبحانه وتعالى، وزوجتك ايضا، فانت تاخذ ثوابهم دون ان ينقص ذلك من ثوابهم ايه؟ شيئا. وهذا من فضل الله ومن رحمه الله. فانت جاي للمسجد، ايه المشكله انك انت تجيب فلان؟ ممكن واحد يقول لك طب انا اصلا هعيط عليه او هتصل عليه فربما يحرجني، ربما كذا. طب انت بتعمل اللي عليك، ايه المشكله؟ انت اتصلت ما ردش، ما فيش مشكله. اتصلت ورد قال لك انا مشغول، ما فيش مشكله. بعت له رساله واتس مثلا ورد فبيها ونعمت، ما يبقى انت ايه؟ اخذت بالايه؟ بالاسباب. وبعدين حتى تاخذ الثواب على نيتك، يعني انت فرضا اتصلت وفلان لم يرد، خلاص انت اخذت الثواب، انت اخذت المبادره، ثواب الايه؟ المبادره. فكما نقول ان هذا الامر في الايه؟ في الصدقه، اذا كان الانسان يعلم انه سيقتدي به غيره، وتنبعث الهمم على الانفاق اذا راته ينفق،
فبالتالي ليس هناك حرج في أن هو يعلن إيه؟ يعلن صدقته. وفي نفس الوقت برضو من أمن على نفسه الرياء، يعني طالما هو عارف كما قلنا نيته وعارف إخلاصه في الموضوع، فلا يوسوس له بقى الشيطان ولا يلبس عليه إبليس ويقول لك لا أنت كده هتبقى مرائي، أنت كده الناس سيقولون كذا وكذا. لا، طالما أنه عارف أن نيته صادقة مع الله سبحانه وتعالى. ومن المصلحة في الإعلان أيضا أن يتهم الإنسان بأنه لا يخرج زكاة ماله ويساء به الظن فيظهرها حينئذ، ونحو ذلك من المصلحة الراجحة في الإعلان. خد بالك أن في فرق بين الزكاة وبين الصدقة، كما قلت دائما أن لازم نفرق بين ثلاث مصطلحات في الموضوع المالي، يعني بين الزكاة وبين الصدقة وبين زكاة الزكاة اللي تكون زكاة الفطر. إن الزكاة المقصود بها حينما نجمع بين هذه المصطلحات الثلاثة، المقصود بالزكاة هنا زكاة المال اللي هي الفرض الفريضة. الصدقة دي صدقة التطوع، أي إنسان ممكن يتصدق بخمسة يورو بعشرة يورو بعشرين، دي ما فيش في أي وقت، ملهاش يعني وقت محدد وليس لها إيه وليس لها قيمة محددة على حسب ما يخرجه الإنسان. زكاة الفطر دي مرتبطة برمضان ومرتبطة بالصيام كما تعلم. إنما الزكاة دي زي الصلاة، زي يعني فريضة، يعني الإنسان لو أعلنها فليس فيها حرج، لأنك يعني وأنت لو 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 ده لو دخلك الشك في هذا الأمر في الإعلان بالطاعة أيا كانت، طب ما أنت بتروح تحج والعالم كله عارف إنك أنت راح تحج، صح ولا لا؟ وخاصة إن من خلال وسائل التواصل أو لما تروح تعمل عمرة، أنت لما تيجي تصلي الناس كلها بتشوفك وأنت بتصلي. فكذلك الزكاة دي بأرض أمر مفروض عليك يعني، فأنت حتى لو أعلنت فيه الزكاة الفريضة، بل بالعكس أنا بشوف أنها أفضل، يعني أولا حتى تشجع الناس على موضوع الزكاة وعلى موضوع الايه وعلى موضوع الاهتمام بهذه الفريضة أو بهذا الركن الذي ربما مش بيتناساه بيتجاهله كثير من الناس. يعني كما قلت قبل ذلك أن بعض الناس ربما يظن أن موضوع الزكاة ده يعني على سبيل التطوع هكذا، يعني مرة أدي 5 يورو مرة أدي 20 مرة أدي 50 ويقول لك أنا كده الحمد لله بخرج الزكاة. لا، الزكاة ليست هكذا، الزكاة عاملة زي الصلاة. يعني مثلا ما ينفعش تيجي مثلا في صلاة الصبح تقول والله أنا عندي وقت دلوقتي ممكن أصلي 4 ركعات، أو تيجي مثلا في صلاة العشاء ممكن تقول والله أنا ممكن أصلي صلاة العشاء أصل ما عنديش وقت عندي عمل وبتاع ممكن أصلي ركعتين المرة دي. لا، ده لها إيه؟ لها ركعات ولها سنن ولها شروط صحة ولها أركان. كذلك الزكاة، الزكاة لها وقت محدد بتخرج فيه، مش زي الصدقة ممكن تخرج في أي وقت، وفي نفس الوقت لها قيمة معينة تخرجها اللي هي ربع العشر اللي هو 2.5% مثلا، أو نصف العشر اللي هي 5% أو العشر 10% على حسب نوع الايه نوع المال اللي بتخرج فيه الايه الزكاة. هل هي زكاة مال؟ هل هي زكاة ذهب وفضة؟ هل هي زكاة زروع وثمار؟ هل هي زكاة عسل ومنتجات زراعية؟ هل هي زكاة كذا؟ فزكاة زيت، زكاة على حسب المال اللي بتخرج منه ليه، أو على حسب الأشياء التي تخرج فيها ليه الزكاة. في بعض الأنواع من المال بتخرج فيها الخمس 20%، فمش 2.5%، فعلى حسب كل واحد على حسب المال اللي بتخرج منه ليه الزكاة. المقصد ان الزكاة لازم تكون، لو انت عندك مال ستخرج فيه الزكاة لازم تكون، كان انا عندي خطبة ولا خطبتين في هذا الميدان ممكن واحد يرجع لهم لو محتاج يتعلم احكام الزكاة، وكذلك كان في دروس في هذا الامر. المقصد ان الزكاة زيها زي الصلاة، زي الصيام، زيها زي الحج، لها شروط ولها احكام ولها اضافة. انما صدقة التطوع دي من الممكن، طالما الانسان يريد ان يخرج 10 يورو الان 5 يورو فليس فيها حرج. فالزكاة ليس هناك حرج أن يعلنها الإنسان طالما أنه ليس في نيته رياء وليس في نيته إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يبقى ده عشان ربما بس بعض الناس لما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فيتحرج أنه يعلن صدقته أو يتحرج أنه يعلن زكاته. زي ما قلنا لابد أن احنا نفرق بين الزكاة وبين الإيه وبين الصدقة. طبعا النوع الأخير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سواء ذكر الله بلسانه أو تذكر بقلبه عظمة الله ولقاء الله ووقوفه بين يدي الله وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على أعماله، فتذكر كل هذه الأشياء فرق قلبه واطمأنت نفسه وانشرح صدره. فأمثال هذه دائما بنقول أن الدنيا شواغلها كثيرة وصوارف الحياة كثيرة، فلازم يكون في وقت كده الإنسان يجلس فيه في خشوع
ودايما افضل ان يكون هذا الوقت في بيت الله سبحانه وتعالى، اجلس في بيت الله سبحانه وتعالى قليل، نصف ساعه ولا ربع ولا عشر، يعني اهدأ قليلا في الحياه. يعني اي نعم، ده ممكن بعض الناس لا ينشغل في عمل معين وانما ينشغل حتى مع الناس في البار او مع هذا او مع هذا، بالتالي يعني ليس هناك عمل دنيوي وليس هناك عمل اخروي، لا، دايما عمليه التفكر وعمليه كما قال الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، الناس اللي بتفكر والناس اللي بتتامل في عظمه الله وفي ملك الله. ربما يكون ذكرك لله سبحانه وتعالى من خلال تاملك في ايات الله سبحانه وتعالى الكونيه وخلافه.